منتهى السهوله ان حد يجي له سكر بصدمه صغيره لتحت. طب هل احنا ما ناكلش كحك او كده؟ لا هناكله. طب هناكله ازاي؟ بطريقه صحيه علشان ما يعملناش المشاكل، او ممكن تجي لنا صدمه سكر مره واحده. وايه الحاجات اللي ممكن ان احنا ناخدها خلال اليوم فهتبتدي برضو تظبط؟ تشرب ميه مثلا كتير. وايه الحاجات اللي هتظبط لي جلوكوز الدم؟ اروح البيت اكل الكحك ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا الصبح اول حاجه الناس تصحى المفروض كانوا خدوا تمرايه وشربوا كوبايه ميه محترمه وراحوا ابتدوا ان هم صلوا صلاة العيد. اما نرجع نفطر فطار، دلوقتي هنفطر فطار عادي جدا، عيش بلدي او توست بني او واتيفر، ناكل بروتين معاه مثلا، سواء بقى هناكل بيض، هناكل جبنه، هناكل بقوليات. ده الفطار اللي هو بتاع كل يوم في العيد، وخضار. يعني اول يوم ثاني يوم ثالث يوم وخضار. ركزت ليه في الحاجات دي؟ علشان دي غنيه بالالياف والبروتين اللي هيديني اشباع لمده طويله، لساعات طويله، بلس ان هو كمان هيحسسني بالشبع وهيظبط لي مستوى جلوكوز الدم. كده خدت فطار محترم. طب بقى الشاي بلبن والكحك والبسكويت بعد الفطار، هبتدي اخد الكحك بتاعي، هاخد البسكوت، هاخد البيتي فور، مش كل ده طبعا، اخد مثلا ممكن كحكايه على غريباي، زادت كحكايه كمان مثلا كحكايتين مش مشكله، على البسكوت، على الكلام ده كله. افضل اختيار للكحك هو الكحك اللي بالمكسرات، ده افضل حاجه، او بناخده الكحك الساده. طيب الناس مرضى السكري برضو لو هياخدوا اختيار، فاحنا بنقول اللي بالمكسرات بيكون كويس جدا ليهم، واحده صغيره بتوازن حاجه مثلا. احنا بنقول ان ده طبعا يعتبر قيمته الغذائيه اعلى، الملبن بتعتبر انت بتدخلي سعرات وسكر اعلى، فبالتالي لو خدت. لا بس ليه اللي بالمكسرات احسن من الساده حتى؟ لا انا بتكلم عشان القيمه الغذائيه بتاعته، ان انت خدتي مكسرات مصدر للاوميجا 3 يعني. فبرفع القيمه الغذائيه بتاعته. طبعا الملبن ده كارثه ان اي حد ياخده، وبالاخص مرضى السكر. طبعا البسكوت افضل وافضل، لو جيت مثلا ابتديت كده بسكوتين وبعدين خليت الكحك في الاخر تمام، وبشرب الشاي باللبن بتاعي. خلاص كده. بمناسبه الشاي باللبن، الشاي باللبن بيتخن؟ الشاي بلبن الحليب لا، الشاي اللي باللبن البودره ده اللي خطر. يعني اصلا اسمع كتير قوي ان الناس لما لا ما تشربيش شاي باللبن ده بيتخن. لا، الشاي باللبن اللبن البودره المبيضات كل الحاجات دي كلها دي اللي بتتخن وبتزود الوزن جامد. الشاي باللبن الطبيعي بتاعنا اللبن الحليب العادي جدا، سواء احنا بنجيبه المبصر العادي او من اللبان العادي اللي بنغليه ونشربه، ما فيهوش اي مشكله، ده جميل جدا. واضح ان المبيض ده حاجه كل ده طبعا طبعا. طب انا هوقفك ثانيه قبل الغداء. احنا وصلنا ان احنا فطرنا واكلنا الكحك والبسكوت بعدها مثلا بساعتين وشربنا شاي باللبن، ولا ممكن بعدها على طول؟ بس احنا بنقول ايه يعني، مثلا احنا جينا فطرنا بعدها بنشرب الشاي طبيعي بعد الفطار، فممكن يكون معاه الكحكايه. هنبص هنلاقي نفسنا خدنا كميه صغيره وما فاجئناش جسمنا مره واحده بالسكر دفعه كبيره. الناس اللي اوريدي في نوع، يعني في ناس اسمعها كتير يقول لك احنا بنتخن لو شربنا ميه. وفي ناس يقول لك لا انا الحرق عندي ضعيف اصلا. برضو الناس دول يعملوا ايه علشان يفطروا الفطار اللي حضرتك قلتيه، اللي احنا برضو احنا في العيد وبنبقى متجمعين مع صح بعض، فما ينفعش اقول اصلا مش همدي ايدي واخد كذا يعني دي هتبقى صعب. فايه برضو اللي نعمله علشان مع ده نزود الحرق؟ تمام. والناس اللي بتتخن بسرعه دي تعمل ايه؟ تمام. اول حاجه احنا قلنا سواء عشان نحافظ على وزننا، او الناس اللي بتتخن بسرعه اللي هم عندهم السمنه وراس او جسمهم الحرق بتاعه قليل او الحاجات دي كلها، فاحنا بنقول لهم خلاص اول يوم كده احنا ما حرمناش نفسنا من اي حاجه. طوال اليوم حضراتكم مطلوب منكم في حاجات هتقلل مستوى الجلوكوز في الدم اللي احنا جينا خدناه، او هتظبط مستوى الجلوكوز. طب لما الجلوكوز بيتظبط ايه اللي بيحصل؟ ما يبقاش عندي شراهه للاكل. كل ما يبقى السكر بتاع الدم عالي او الجلوكوز عالي بلاقي عندي شراهه في الاكل، عايزه اكل اكل اكل، وباكل كمان مش اكل عادي، انا عايزه اكل كربوهيدرات واكل سكريات عشان ده اللي يظبط عندي الدنيا. فدي المشكله كمان بتاعه الكحك والبسكويت اكتر من هو بيتاكل. كل ما اكلناه كل ما بنبقى عايزين ناكل طبعا اكتر. طبعا سكر الدم عالي بيعلي جلوكوز الدم. طيب ايه نعمل ايه بقى؟ طبعا احنا عندنا كان في اهلنا في الارياف، وممكن دلوقتي تكون موجوده وفي المناطق الشعبيه، الحلبه المنبته، ودي من ايام الفراعنه. الحلبه المنبته من الحاجات اللي بتظبط جلوكوز الدم بصوره كبيره جدا. طيب انا مش عايزه اخد حلبه منبته، يعني ممكن الحته مش او بنشرب الحلبه الحصى وصلنا بيها رسولنا الكريم. عندنا القرفه من الحاجات اللي بتظبط مستوى جلوكوز الدم جدا، مش هنشربها بقى. بتزود الحرق تقريبا برضه، بتزود الحرق. بس دلوقتي طبعا انا مش حاجة اخس على الكحكتين اللي كلتهم، انا عايزه اظبط مستوى جلوكوز الدم عندي طول اليوم عشان سكري ما يعلاش، عشان احمي البنكرياس بتاعي، عشان احمي نفسي اللي ممكن يجي لي سكر، عشان الشراهه في الاكل. طيب عندنا القرفه. طب قرفه مغليه ولا لا؟ ممكن نحط عادي كشري، يعني نحط مثلا معلقه قرفه ونروح ومعلقتين كمان ونحط عليها ميه سخنه. ينفع باللبن، بس لو حطينا مثلا ميه سخنه عليها وشربناها مفيش مشاكل، باللبن مفيش مشكله. أوكي. بس اللي هي الكشري العاديه نحط عليها ميه سخنه ونشربها. طيب ايه كمان المشروبات اللي بتخفض او بتظبط مستوى جلوكوز؟
جلوكوز الدم عندي؟ القهوة الخضراء. القهوة الخضراء من الحاجات الهايلة واللي بتقلل كمان عندي من امتصاص الدهون. يعني انا جيت عملت بحث عليها قبل كده، كانت بتحمي من تكيس المبايض الخلاصه بتاعتها، ولما انا باخدها بعد الوجبه بتقلل. المفروض ان هي كويسه قوي، بس القهوة نفسها مش التابلت صح؟ لا، القهوة نفسها المشروب. التابلت ده غلط ان احنا نيجي ناخده من نفسنا اي مكمل الناس تيجي تاخده. القهوة الخضراء عند اي حد بتاع بن في السوبر ماركت، القهوة الخضراء بنجيبها وبنشربها، المشروب العادي جدا. تمام، دي من الحاجات الهائلة جدا. دي بتقلل كمان من امتصاص الدهون في الجسم لما اكلت وجبة دسمة كبيرة، فدي بتقلل من امتصاص الدهون عندي. طيب ايه كمان عندي؟ قلنا الشاي الاخضر وده قديم احنا عارفينه. تناول الحاجات الغنية بفيتامين سي، ودلوقتي احنا عندنا البرتقال موجود نقدر ان احنا ناكله، بلاش نعصره، ناكله كفاكهة. هتكون غنيه بالالياف، هتحسن عندي عمليه الهضم، هتمنع التلبكات المعويه اللي ممكن تحصل لي من تناول كح البرتقال. البرتقال بتهيألي مع مرضى القولون بيعمل بعض دلشة. بعض الناس بيكون هم عندهم اللي هي مرضى القولون، نقول لهم اللي هي بتكون عندهم ساعات اللي هي الاطعمه اللينه او الالياف اللينه بتكون بتسبب لهم يعني مشاكل، انما اللي عندهم قولون عصبي، اللي بيجي لهم امساك الكلام ده كله، بيكون البرتقال والناس العاديين بيجي لهم يعني بيبتدي ان هو عارفه زي بيعمل ايه اثناء مروره في القولون، بس بينظفه كده، عارفه تكون حد بيجيب مقشه كده بينظف حاجه، هو البرتقال كده.